رايات سوداء تجتاح الشام وسيوف عباسية مشهورة في وجه كل أموي كان مؤهل لتولي الخلافة، وصوت أبي العباس السفاح لجيشه ومواليه أريد رأس ابن معاوية. وكان عبد الرحمن بن معاوية عمره 19 سنة رائد في بيته في العراق مريض منعزل بسبب إصابته برمض في عينه، ودخل عليه ابنه اللي عمره 4 سنين مفزوع من اللي بيحصل في الخارج. ولما خرج عبد الرحمن من بيته علشان يعرف سبب خوف ابنه اتفاجئ بالرايات السودة في كل مكان، فعرف إنه رأسه مطلوبة من العباسيين. سرد اليوم عن عبد الرحمن الداخل محيي الدولة الأموية في المغرب بعد زوالها في المشرق، كيف نجا من بطش العباسيين وأسس الإمارة الأموية في الأندلس اللي استمرت 3 قرون، وهل استطاع مواجهة ثورات الخوارج والعباسيين في الأندلس؟ خليكم معايا. عبد الرحمن ابن معاوية هو حفيد الخليفة الأموي هشام ابن عبد الملك، قرر يهرب من سيوف العباسيين في العراق وأخذ معاه أخوه الوليد ابن معاوية وترك النساء والأطفال لأن العباسيين ما كانوش بيقتلوا الأطفال والنساء، وهرب باتجاه الفرات. وهناك اتفاجئ عبد الرحمن وأخوه بالقوات العباسية بتحاصر النهر، ما كانش قدامهم غير أنهم يرموا نفسهم في النهر وفضلوا يسبحوا بعيد عن قوات العباسيين، لكن قوات العباسيين نادوهم وطلبوهم يرجعوا وقالوا لهم ارجعا ولكما أمان أمير المؤمنين. في الوقت ده كان الوليد ابن معاوية أجهد جدا من السباحة وقرر يرجع لهم، لكن عبد الرحمن حذره من الرجوع وإنهم هيغدروا بيه ورفض واستسلم وقال له قد أعطونا الأمان. ولما رجع قبضوا عليه وصوبوا السيف باتجاه رقبته قدام عين عبد الرحمن وخيروه إنه يرجع وإلا هيقتلوا أخوه، ورفض عبد الرحمن الرجوع ليهم لأنه كان عارف إن رجوعه يعني موته هو وأخوه، فقتلوا أخوه قدام عينه. فبكى عبد الرحمن وقال لأخوه سامحني يا أخي، أنا أعلم أن أمانهم كاذب، أنا مخير بين أن أموت معك أو تموت وحدك، وما دمت حياً ستبقى صورتك حية في نفسي ومعها ثأر لا ينام. ودي كانت الشرارة اللي أقامت الإمارة الأموية في بلاد الأندلس بقيادة عبد الرحمن الداخل اللي لقب من ألد أعدائه بصقر قريش. اتجه عبد الرحمن بن معاوية لبلاد المغرب لأن أمه كانت من قبيلة من قبائل البربر، فهرب لأخواله هناك، وكانت قصة هروب طويلة مر على الحجاز ومصر وليبيا والقيروان، وكان العباسيون بيلحقوه في كل مكان يدخله. ولما وصل عبد الرحمن بن معاوية للقيروان لقى ثورة كبيرة للخوارج في الشمال الأفريقي كله وبقيادة عبد الرحمن بن حبيب الفهري اللي ولاه العباسيين على إفريقيا وانشق عنهم واستقل بالشمال الإفريقي عن الدولة العباسية. لكن بسبب الكراهية الشديدة اللي كانت بين الخوارج والأمويين فكان عبد الرحمن بن حبيب بيسعى هو كمان لقتل عبد الرحمن ابن معاوية، واجتمع عليه الخوارج وكانوا حيقتلوه، فهرب مرة تانية لمدينة برقة في ليبيا وفضل فيها مختبئ هناك عند بعض من أخواله لمدة 4 سنين كاملة. ولما وصل عمره ل 23 سنة بدأ يفكر، وكان في حوار داخلي بينه وبين نفسه، هل يظهر للناس فيقتل أم يظل في مخبأ طول عمره، لأنه ما كانش عارف رأسه مطلوبة في أي بلد من بلاد المسلمين، فكان قراره أنه يرحل للأندلس، وكان شايف أنها أصلح بلد تستقبله، أولاً لأنها بعيدة عن العباسيين والخوارج، وثانياً الوضع في الأندلس في الوقت ده كان ملتهب ومش مستقر، وكان أميرها يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب الفهري ابن والي أفريقيا اللي هرب منه عبد الرحمن ابن معاوية. وفي سنة 136 هجرياً بدأ عبد الرحمن ابن معاوية يجهز نفسه لدخول الأندلس، فأرسل مولاه بدر الأندلس لتقصي الأمور هناك، وبدأ بدر يرسل لكل المحبين والموالين للدولة الأموية في بلاد الأندلس يخبرهم بتمهيد دخول عبد الرحمن ابن معاوية، وأرسل البربر وطلب مساعدتهم لأنهم كانوا على خلاف كبير مع يوسف بن عبد الرحمن الفهري أمير الأندلس لأنه كان بيفرق بينهم وبين العرب، وعشان كده البربر كانوا عايزين يتخلصوا من حكم يوسف اللي كان بيتعامل معهم بعنصرية. وفكر كمان عبد الرحمن الداخل انه يرسل لكل الامويين في كل مكان هربوا اليه من بطش العباسيين، وعرض عليهم فكرته انه قرر دخول الاندلس، وبالفعل بدأوا يجمعوا بعضهم في خلال 2 سنين. وفي خلال المدة دي أرسل مولاه بدر رسول اسمه غالب التميمي لعبد الرحمن الداخل بيخبره إن الوضع بقى مجهز لاستقباله هناك، وكان رد عبد الرحمن لما عرف إن اسم الرسول غالب وقال الحمد لله غلبنا وتم أمرنا، لأنه استبشر باسمه وجهز نفسه للسفر للأندلس.
الوقت اللي رحل فيه عبد الرحمن الداخل لقرطبة كان بيحكم الأندلس يوسف الفهري، وكان مشغول بيحارب في الشمال لقمع ثورة من الثورات. وهنا انتهز عبد الرحمن الفرصة وبدأ يجمع الناس حواليه من البربر وموالي الدولة الأموية اللي حضروا من كل مكان، وبعض القبائل المعارضة ليوسف الفهري. ورغم كده ما كانش العدد كافي بالنسبة له عشان يغير أوضاع الأندلس، وبدأ يفكر إنه يستقطب اليمنيين اللي كانوا على خلاف مع يوسف الفهري، وراح لهم بنفسه في مقرهم في أشبيلية. وبعد مباحثات طويلة قبلوا عرضه واتحدوا معاه، وعلى رأسهم أبو الصباح اليحصبي زعيم القبائل اليمنية في أشبيلية، وجمع له 1000 مقاتل. وقبل ما يبدأ القتال أرسل عبد الرحمن الداخل مجموعة رسائل ليوسف الفهري بيطلب وده وإنه يسلمه الإمارة في الأندلس، وأن يكون رجل من رجاله في بلاد الأندلس بحكم إنه كان حفيد هشام ابن عبد الملك، واحد من رموز الخلافة الأموية. لكن يوسف الفهري رفض وقال له: هذه البلاد لا تتسع لك، فحق عليك أن نقاتلك، ولتجدن منا بأسا شديدا حتى تتمنى لو أدركتك المسودة في الشام. وجهز جيشه لمحاربة عبد الرحمن ابن معاوية، والتقى المسلمون بسيوفهم ضد بعضهم في فترة هي من أشد الفترات فتن وانقلابات. وحصلت موقعة مسارة سنة 138 هجريا بين جيش يوسف الفهري وجيش عبد الرحمن الداخل اللي كان عمره وقتها 25 سنة. وهنا قبل ما تقوم المعركة كان عبد الرحمن معتمد على اليمنيين في حربه ضد الفهريين، وحصل بعض الوشاية اللي وصلت لأبو الصباح اليحصبي إن عبد الرحمن الداخل غريب عن البلاد ومعاه فرس سريع، ولو حصلت هزيمة هيقدر يهرب بفرسه من ساحة القتال بسرعة ويترك اليمنيين يواجهوا مصيرهم مع الفهريين. والوشاية دي وصلت لعبد الرحمن الداخل، فذهب بنفسه لأبو الصباح اليحصبي وقال له: إن جوادي هذا سريع الحركة ولا يمكنني القتال عليه، فإن أردت أن تأخذه وتعطيني بغلتك هذه. فأعطاه الجواد السريع وأخذ منه البغلة البطيئة. وهنا قال اليمنيون إن هذا ليس بمسلك رجل يريد الهرب، إنما هو مسلك من يريد الموت في ساحة المعركة. وقاتلوا معاه في معركة قوية انتصر فيها عبد الرحمن الداخل وهرب يوسف الفهري. وكان من عادة المحاربين في الوقت ده إن الجيش المنتصر يلحق بفلول الجيش المنهزم علشان يتخلصوا منهم، وبالتالي يقضوا على أي ثورة لهم ممكن ترجعهم للحكم من تاني. وفعلا مجرد ما جيش عبد الرحمن الداخل انتصر بدأ اليمنيون يتتبعوا جيش يوسف الفهري ويقتلوهم، لكن عبد الرحمن بن معاوية منعهم وقال لهم مقولة اتحفرت في التاريخ، قال لهم: لا تتبعوهم، اتركوهم، لا تستأصلوا شأفة أعداء ترجون صداقتهم، بمعنى مقاتلوا اليوم هم جنودنا غدا. وطبعا المقولة دي ما عجبتش أبو الصباح اليحصبي، واجتمع باليمنيين وقال لهم: لقد انتصرنا على يوسف الفهري وجاء وقت النصر على عبد الرحمن ابن معاوية. لكن اليمنيين اعترضوا على كلامه وقالوا له: هذا الرجل ليس بالسهل لمحاربته. وبعدها وصلت الأخبار دي لعبد الرحمن ابن معاوية اللي سمعها وأصرها في نفسه، لأنه ما كانش عايز يحصل أي خلل بين صفوف الأمويين واليمنيين. لكن بعد ما استقرت الأمور عزل أبو الصباح اليحصبي من منصبه، وبدأت فترة الإمارة الأموية في الأندلس بعد موقعة المسارة والسيطرة على قرطبة والجنوب الأندلس. وهنا بدأوا الناس يلقبوا عبد الرحمن ابن معاوية بعبد الرحمن الداخل، لأنه أول اللي دخل من الأمويين قرطبة وحكمها. وبكده حكم الأندلس من سنة 138 هجريا، واستمرت الإمارة الأموية حتى سنة 316 هجريا، وتسمت إمارة لأنها تعتبر منفصلة عن الخلافة الإسلامية سواء في عصر الخلافة العباسية أو في باقي العصور بعدها. وفي فترة حكم عبد الرحمن الداخل في الأندلس اللي استمرت 34 سنة قامت ثورات كتيرة، حوالي 25 ثورة، وقدر يسيطر عليها كلها. ومن ضمن الثورات دي ثورة العلاء ابن مغيث الحضرمي، وحصلت بعد 8 سنين من حكم عبد الرحمن الداخل سنة 146 هجريا، لما راسل الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور وبعث العلاء ابن مغيث الحضرمي عشان يخلصوا من حكم عبد الرحمن الداخل ويضم الأندلس لأملاك الخلافة العباسية، وإنه حيوليه على الأندلس. وهنا انطلق العلاء وقام بثورة في بلاد الأندلس ينادي فيها العباسيين يدخلوا الأندلس، ورفع الراية السوداء. وهنا ثار عبد الرحمن الداخل وقال: بل هي الحرب والقتال سفاحا. وقامت حرب كبيرة بين العلاء وعبد الرحمن، وانتصر عليه عبد الرحمن وقتله وقطع رأسه. ولما وصلت الأنباء لأبو جعفر المنصور وكان وقتها بحج، قال: إنا لله، عرضنا بهذا المسكين للقتل، يقصد العلاء لأنه كلفه بالمهمة دي. وقال: الحمد لله الذي جعل بيننا وبين عبد الرحمن بن معاوية البحر. ولما كان قاعد مع حاشيته سألهم: أتدرون من هو صقر قريش؟ فقالوا له كعادتهم: بالتأكيد أمير المؤمنين. فقال لهم: لا.
وعدوا له أسماء كتير، فقال لهم بل هو عبد الرحمن ابن معاوية. دخل الأندلس منفردا بنفسه، مؤيدا برأيه، مستصعبا لعزمه، يعبر القفر ويركب البحر، حتى دخل بلدا أعجميا، مصر الأمصار وجند الأجناد ودون الدواوين، وأقام ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبيره وشدة عزمه. ودي كانت شهادة حق من عدو لدود، عرف قدر خصمه. ومن بعدها ما فكرتش الدولة العباسية أنها تدخل بلاد الأندلس طول فترة حكمها.